أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا على قناتكم قناة حكاوي سمسم. النهاردة هنتعلم نرسم رسمة هتكون ولد لابس كاب. هنشوف الكلام ده إزاي مع بعض. أول حاجة زي ما احنا شفنا هنكتب 7 3 7 بالإنجليش ونوصل بينهم مع بعض خط مستقيم، بعد كده نعمل قوس كبير، بعد كده ننزل من عند 7 للورا نعمل دايرة لتحت، من عند 7 لقدام نعمل بوق وده ننزل بمنحنى، وكده احنا رسمنا الملامح الأساسية للوش. نعمل الكاب نوصل 7 لطرفها، بعد كده نرسم العين في مكانها ونظللها، ومنساش نسيب نقطة بيضة في النص عشان تبين لمعة العين، وبكده تبقى الرسمة خلصت كمان. وإيه رأيكم؟ أعتقد سهلة، هستنى رأيكم فيها، والسلام عليكم ورحمة الله.